عقدت لجنة التحكيم لمبادرة تكريم اجتماعها في العاصمة الفرنسية بهدف اختيار الفائزين لهذا العام. اللجنة التي أجرت دراسة معمقة لأسماء المرشحين وإنجازاتهم تضم شخصيات عربية وعالمية بارزة. جاءوا من كل حدب وصوب وقرروا من هو الفائز عن كل فئة من فئات التكريم، وطبعا كان لهذا الاجتماع وقع مختلف ونكهة خاصة لأنه جمع ناس اختلفوا، ناس كانوا ضد رأي الآخر، لكن بالأخير تم التوافق على أسماء ولو البعض منا على مضض. إشادة واسعة بما حققته تكريم منذ انطلاقها وتأكيد على أنها تشكل مبادرة قيمة. بالرغم الظروف والصعوبات اللي بيمر فيها العالم العربي، هناك تقدير حقيقي للإنجاز والإبداع والتميز. إنه 350 مليون عربي بيستاهلوا هالفرصة مشان يبينوا عن إنجازاتهم وعن تميزهم. حضور دبلوماسي وإعلامي مميز شارك في الاحتفال الذي أقيم في باريس. نحن مع هذه التجربة وهذه المبادرة اللي فعلا تضيء على العالم العربي وعلى الشخصيات العربية المبدعة في العالم، وهيدي خطوة ورسالة حلوة أنه اللي بينجح بعالمنا معروفين ويقدروا. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم خلال حفل تكريم السنوي.